كسو دواد وراركي يقدم بي ورباهين تعلن سيدا ميديا حوغا حساسي ايان كلو داقي يا فضلا نلجوك فذي حد علوس هانتي دورها خارنك ايا وحا وشيغي سدح ربيع عفر مليان إن لأروريا إسلامر أهان تاسين أيسان كسور دعين قسناد الدولدة فذي حد أيو لحدك إستاجيي دولدة فدرالك صوماليا مامول كبودلان أو مقفي أو أقونستي مدحوين حسن شيخ محمود إسلامر أهان تاسين أدكت دي قودرتي قضب حساسي أيان كلو داقيا فضلا صورع برهين بولشدة هدي آن كوه ريا مامول كبودلان أيا شاعيي إن أو مقفي أو أقونستي مدحوين صوماليا مدن حسن شيخ محمود وزير كورفافين تبودلان محمود درير ايا كرد واقعي ارين تاسي اساقو مدحوين حسن شيخ محمود كو ايديي انو حنبايد دمان مشاريع دي لغفولين لها ديگانا دا مامولكا ان كستا او دولد دحي اي هوري كو ايدي سيداني انو هور تاگن يهي مشاريع داسي وزير كا او ريسي سي راديو دلجير ايا مدحوين حسن شيخ محمود واقعون صد مقفي مقع مقفي او سيدا عاديق اهي لو يقانو شخصيات قول ليس تأه كواسي أو لعقا مدح فرشا أهي كقاتا تهريب ياشا صوماليد إيو كوا عالم ككي ماد إسلامر أهان تاس دان كاسي ليبيا أو تهريبا حسن شيخ محمود ومقفي وحاو إسبارو ديكتاي دمان مشاريع دي هرمارين تا إيه لغا فلين لها بودلان أيو يري وزير كورفافين تا بودلان وحاو إن تاسي كو سيد دري وحاو ربا إن حدي أن إساقو ما مولينين أو سيداسي كو حنبو مركوا قف مقفي أه أو إسبارا ديكتاي أيو يري وزير كا سيدو كلا وحو مدحوين حسن شيخ محمود كو ايدي يدتستور جبين ايو كتومشاد شرعيق اللاغو صوت دورتي اونا كو هولين يهي باب انت النظام كدولد نمدا صوماليا تاسي او وشيغي اينا يتهي مد انقبي احامبال اخبالي كرين مامول كبودلان يدولد لحا ايا مدى ستوس اهي اوضا شقينين ايادا او سي وين اسامي يقلاف كاللبادنين اي او سر اي مدحوين حسن شيخ محمود يسعيدني تاسي او سببتي انقبي احامب مشاريع دل حنبو مدحوين حسن شيخ محمود يسعيد داني ايا كالفورتي كدي مركي حسن شيخ او مقع عابي رئيس الوزارة حمس عبد بره حلك رئيس الوزارة نمضى سيكاس تبها اهاتي بودلان مقع عصوب ايا او بحسي او اه مقفي حسن شيخ محمود جيستك لدولد شعبكي عن شور هور له ايا ساريسا لعقه هوري اللوغ قاضي داد ايا اكاون قار اهكو شوبان ايا حدا بس دي شعبك اللوغ قان عنكرا ان دولد نمضى اي قرب استاغان او عن شورت اي بحيان ما دام لعقه هوري شخصيات اي اكاون دادو كشوبان ايا احمد عيسى قوتالي هانتي دورها قودي قرنكا ايا فضي حد عصوب صوديقي اسلمر اهان تاسين الشيقي دقل دان سدح ربع عفرتن اللح مليان او اي اروريين سفارة ده دولة فدرالك صوماليا سيدة تن كينيا هندية سعوديقة وزارة ده اوقافتا ايو عيدة مدى بوليسكا ايا اللغوش بن ايو يري قسنا ده دولة فدرالك صوماليا تن ايا فضي حد ايا نيجب حوقن كوه دولة ده وهقامي مدحوين حسن شيخ محمود اسلامر اهان تاسيني مال مهاني شعبك صوماليات اد وقع بنايين عن شورت لغا قادو ان ان ودوين حتى لغو ديسين قوتالي ايا بنانك كيني فدي حداسي اسلامر اهان تاسيني دولد فدرالك صوماليا ايا لغا يابا ان اهن تاسي اي سيوين اغن نحدي اسكو سو وددوبو دولد امان اه ايا لو باهن يهي هدي اي شعبك عن شور بحنايان هدوا محي كولتهي ان عن شور لقادو لعاقهين اللونصدو انت اد ادون جوك تدوح وليبا اياد اركيسا kisa hanoon badan oo ku dhacday gabadhan Soomaaliyeed ayaan kula wadaagaya adduunka waxaad arkaysaa qof u ilmeynaya sidoo aabo u noqon lahaa amaba kumanaan dollar ku bixinaya sidii uur loogu qaadi lahaa laakiin maanta waxaad arkaysaa nin qooqan oo dhahayo ila seexo laakiin sa uur hay qaadin tii alla waa gooniye markii ay la seexato kadib maxaa dhacay uurkii ayaa soo baxay qisadaani ayaan kaaga dhacaya fadlan soo follow garee beejka calan sida Somali TV gabadhaani oo baraha bulshada qabsatay ayaa waxa ay soo bandhigtay waxyaabo aad loogu xumaado isla mar ahaantaane dadka Soomaaliyeed aad ugu xanaaqeen hasa ahaatee gabadhaani iyo wiilkaani ayaa qurbaha isku qabo owlaad ayay u dhashay laakiin soo owladii ayaa la qaatay ninkan iyo gabadhaani ayaa markii dambe isku yimid maadaama ay arrimo badan soo kala dhaxgaleen hasa ahaatee waxa uu yiri ila seexo laakiin soo uur hay qaadin kadib maxaa dhacay markii uu la seexday Allah subhanahu wa ta'ala ayaa wax kasta wate gabadhii uur ayay qaaday maxaa ku xigay iska soo xaq iyo aniga malihi ayay sheekadii gaartay ninkani ayaa gabadhaani si xun u bahdilay isla mar ahaantaani dhibaato xoogan ayuu u geystay heer waxaa la gaaray ilmaheedii ay gaalada ka qaataan isla mar ahaantaani sanadkiiba hal mar loo ongolaado in ay soo aragto damir laawahaasi dhibka u geystay gabadhaani Soomaaliyeed ayaa aad u ilmeynaysay isla mar ahaantaani bulshada Soomaaliyeed ayaa u soo bandhigtay arinteeda
haddaba waa tana gabadhii oo oynaysa isla markaasina ka sheekeynaysa qaabkii uu kula dhaqmay wiilkani iyo markii uu yiri ilmaha iska soo xaq iyo sidii ay u dhashay gabar qurux badan oo maanta dhahaysa aabo waan ku jeclahay oo ismiyeeshu ku taalo guriga ugu tagay marka ugu tagay waxa xabiibtimiya ur inaan qaadid marab istilaali daawo isticmaal ana waxaan ku dhahay indhahaaga indhahaaga aan u jeedo ilmi ina isoo celiso waa diida ila duubnaatid ina Italy isku noqono oo xaq ilmeen ugu dacwoonin waa diiday aan marka hadda ur iga celinaysid halka saaxo meeshaan aan saaxana martiya aan ku ahay waan i qabtaayo ajnabi kamihi wuxuu dhahay maya markii dambe gabadheeda oo gabadhan hadda heesta urkeedan qaaday marka urki qaaday waa isku dhacdhacnay adiga habeeno oo wabaxaya maanta 6 saac shaqo aad 12 saac oo imaanay 3 habeen weegi aan markaa waxaan ku dhahay waayo oo 3 habeenki inta saac muuqan tahay markaas oo wuxuu dhahay shaqo igu ma lihid habeena albaabka furay intaan kareebtaan ku dhageystay markaas waxaan dhahay maxaa la ka mu furay maxaa dhacu ugu dhahay markii dhan furo kale oo watay jabjab oo isku soo furay suuq waa isku dhacay wuxuu dhahay guriga waa ka tagay ma tagayaan ku dhawaa raaci annaga u raacay uurka goorma qaado igu dhahay Italia ka arkay maate 3-4 wiiga joogtay uurka ma la iska qaado dhawaaba ka ilaalinay sababta uur u qaadi maxay tahay markaas wuxuu wacay gabar sahra bocor la dhaho oo ina adeertiisa oo anni ina adeertay oo labadeenaba noo dhixay laakiin isaga iska ka xigan oo anni aan isku fiicanahay oo wacay bis marka isku dhacdhaceen xitaa marar badan oo waxa jirta guriga oo iga saaray ayadan wacay oo dhaxdhaxadinaysay oo dees gowda masari kartid gowdi markuu waxa wuxuu dhahay hal dalqaday igu furan tahay gowda horteedu igu furay bis maxaa lahay Italia imaaday waa soo laabtay Italia joogay nolosha Italia waa ogtahay xaaladeeda kaligeen joogay maxaa lahay bil mi isin jirin markuu isoo wuxuu ku dhigi jiray naag waa maanta uurkan Italia kale imaatay cunugtaas aan cunug hadda dhishin aan ima dhalin shuu askaray waa joog marka dhalin rabo Roma ku dhalayay Roma isbitaalkan joogay maran Faransiiska aadi ay iska diibay bis marka isku dhacdhaceen xitaa marar badan oo waxa jirta guriga oo iga maya inta martaan ku aanay luqadda ingiriiska waa ka saab intaan tagay ay keenena laakiin maxaa la isbitaalka inta tagtay cunuga isku soo xaq maxaa dhacay noo maxaa lahay ilmaan naga la heesta kumlo isku soo xaq waxaa qayaan ku dhacay inta maan deganaan ku dhalo ya sharciyan wataay may u dhahay hada isku soo xaq weysid Italia kimaato urkas animalihi Italia aan ka keensad dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka